هناك اعتداءات متواصلة ومتكررة من طرف الطيران الحربي الإسرائيلي على سيادة سوريا. أين هو موقف الجزائر من هذا؟ وشكرا. هل أنت بحاجة إلى تعبير عن موقف الجزائر من سوريا؟ يعني تضامننا تضامن شديد. الاعتداءات مدانة ومدانة بأقصى شدة، ووقوف الجزائر في 2011 لما مع بداية الأزمة خضنا معارك داخل الجامعة العربية من أجل سوريا، وتشكلت لا أقول عداوات لكن عدم الرضا تجاه الجزائر من أجل سوريا داخل الجامعة العربية. فبالتالي أنت لست بحاجة إلى التعبير مجددا عن موقف الجزائر من سوريا أيا كان الملف المتعلق بسوريا. فالموقف موقف تضامني، موقف تآزر، موقف أخوة تاريخية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.